بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينيين جامعة فاس، كنشكروا الجريدة جريدة أصوات اللي شرفتنا هذا النهار بالزيارة لهذه المقاطعة. هذه المقاطعة اللي كتعتبر من ضمن 6 مقاطعات لجامعة فاس بعد بطبيعة المقاطعات 5 الأخرى. هذه مقاطعة من هي كتوجد في شمال مدينة فاس، كتسمى المقاطعة الشمالية مدينة فاس. المقاطعة كتضم بطبيعة الحال كما في حسب الإحصاء حوالي 250,000 أو وصلت ل 250,000 نسمة. كتعرف هذه المقاطعة شقين من المواطنين، الشق الشرقي اللي كيعرف شوية ديال الهشاشة وكيعرف شوية ديال الفقر بطبيعة الحال، وهذا الشيء ويعني مصنفة من بين الأحياء اللي كتشملهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعندنا المنطقة الغربية اللي هي منطقة الشراردة، منطقة الشراردة اللي كتعرف واحد المستوى متوسط ديال المواطنين. إذا هاد الواقع هذا كيفرض علينا باش نتعايشوا أو نتعاملوا مع هاد الفئتين بجوج، ونركزوا بطبيعة الحال على النقاط اللي فيهم الهشاشة بزاف، هي المنطقة الشرقية واللي خدات منها اهتمام كبير الحمد لله. وما ننساوش كذلك الاحياء الجديده اللي في المنطقه ديال الشراده اللي كتعرف حتى هي يعني احداث جديد، واحياء يعني او مجموعات سكنيه جديده، وحتى هي اللي حتى هي كيخصنا. فحنا عملنا في هذه الولايه هذه من 2015 الان، عملنا بهذه السياسه اذا صح التعبير او بهذا المنظور هذا، باش كنحاولوا نوفقوا ما بين الاعمال ديالنا. كما كتعرفوا بالنسبه لقبل 2015 كانت المقاطعه كتحظى بواحد الميزانيه زهيده اللي كتعداش واحد 5 مليون ديال الدرهم، الشيء اللي ما كانش كيوفق يعني ما كانش كيتوفقوا المجلس او المجالس السابقه من اجل يعني تلبيه حاجيات جميع المتطلبات ديال المقاطعه. ولكن مع الحدث الجديد او مع التعيين الجديد او مع يعني الانتخابات 2015 واللي مكناتنا باش نسيروا هذه المقاطعه ونسيروا الجماعه، تفضل السيد رئيس الجماعه بتخصيص كما ينص عليه القانون بتخصيص 10% من الميزانيه ديال الجماعه للمقاطعات، بايمانا منه وايمانا من المجلس المسير بان العمل القرب او سياسه القرب يعني كتواجد في المقاطعات. ولهذا كان الحمد لله ترتفعت الميزانيه من 5 مليون درهم الى 13 مليون درهم سنويا في هذه القضيه دي. الا بطبيعه الحال في الاربع سنوات الاولى، ولكن في السنه الاخيره زي كما يعرف الجميع مع قله الموارد تخفضت هذه النسبه هذه بطبيعه الحال، كتخضع للتاشيره ديال وزاره الداخليه طبقا المذكرتين ديال السي وزير الداخليه في تقنين المصاريف والتركيز على ما هو اهم. وكان هو الاهم هو بطبيعه الحال كما يعرف الجميع كذلك هو التركيز على المجال الصحي والمجال البيئي باش ما يتدهورش هذا المجال هذا. اما المجالات الاخرى فعرفت واحد التقلص كبير في الميزانيه. ولكن رغم ذلك ان قبل 2019 او من 2015 16 17 حتى 19 يعني ركزنا في الاطار الميزانيه ديالنا على الاصلاحات يعني الاصلاحات الاوليه او الاصلاحات يعني البنيه التحتيه ديال المقاطعه من طرقات ومن اناره ومن حدائق. وهكذا قبل ما نبداو ندخلوا لهذه المصاريف، اول ما بدينا اهتمينا اولا بالموظفين، اول الموظفين، لان ما يمكنش هذه الاصلاحات هذه وهذه الاعمال كلها تكون بدون ان ينخرط الموظف. الموظف باش ينخرط خصك توفر له جميع الظروف الملائمه للعمل ديالو. ما يمكنش هذا الموظف يقضي 8 ساعات او 7 ساعات ونصف في المرفق الاداري والوسائل البسيطه ما موفرالوش. فركزنا اول ما ركزنا هو اصلاح المكاتب الاداريه، توفير المكاتب الاداريه، توفير الكراسي، توفير يعني الحواسيب، توفير جميع الامكانيات اللي كيمكن يخدم الموظف يعني مريح. بطبيعه الحال هذا الشيء هذا كله يعني طبقا يعني مع كتزاد الميزانيه كيتزادوا الاشغال، كيتزادوا الصفقات، وهذه الصفقات ملي كيتزادوا كيطلب واحد العمل يعني مضاعف او يعني تقريبا 3 الأضعاف ديال العمل تزادنا. ولهذا اذا كنا اهتمينا بالموظف، فكان انضباط الموظفين في الحقيقه في المستوى الحمد لله
ضبطوا الموظفين، بدات الاعمال يعني ارتقت الاعمال من يعني في واحد المستوى الحمد لله اللي يطمئن المواطنين. ركزنا كذلك على الملحقات الاداريه، واللي مقاطعه المني كانت كتضم 7 ملحقات اداريه او المكاتب الاداريه، مكاتب الحاله المدنيه اللي بطبيعه الحال ملي كنقولوا مكتب الحاله المدنيه كيتواجد معها ملحقه اداريه اللي كيتواجد فيها قائد. اذا كان عندنا 7 ديال الملحقات الاداريه او 7 المكاتب، وهذه السنه 2021 فتحنا المكتب الحاله المدنيه الثامن اللي هو مكتب النهضه او مكتب الحاله المدنيه النهضه، اللي الحمد لله يعني الاكتضاض على الملحقه ديال تغات نقص شويه ويعني تفرق ما بين تغات وما بين النهضه. هذا الحمد لله يعني بسط الامور للمواطنين وخلى يعني الاسراع بقضاء الحوائج الناس. هذا الاصلاح الاداري بطبيعه الحال كما قلنا ركزنا على الموظفين وانضباط الموظفين، اهتمينا بالبنايه الاداريه بطبيعه الحال، البنايه الاداريه هي كانت مرتهله وكنت يعني مهترئه، فركزنا على المكاتب الحاله المدنيه في اصلاحها، في اعاده الصباغه، في اعاده الزجاج، في اعاده داك المكاتب ديالهم اللي كانت شويه مرتهله الحمد لله. فهذا القضيه شي كله يعني تكريما للمرتفقين او المواطنين اللي كيحجوا لهذه المكاتب. ما نساوش بطبيعه الحال المركز يعني المقاطعه اللي حنا فيها دابا الان حتى هي شملت هذه الاصلاحات هذه واعطات واحد الحله جديده فيما يخص يعني استقبال المواطنين واستقبال جميع يعني الوافدين على المقاطعه من اصلاحات ديال الجدران الصباغه. هنا هذا المدخل هذا كان عنده واحد السور هنايا، فما يمكنش، حنا قلنا الباب بما ان في هاد المساحه هذه كلها ما يمكنش تكون يعني محاصره بهذا الصور هذا. فاول ما درنا عملنا على توسيعه هاد الاستقبال، هاد الفضاء للاستقبال، درنا هاد المجال كله، درنا له هاد الزليج هذا حقا، صبنا المجلس السابق يعني طالب هذا الزليج هذا، ولكن زدنا حنا ثبتناه، ولكن اللي درناه هو وسعنا المجال، درنا هاد الحاجز هذا باش يكون، زدنا هاد المنطقه هذه كلها هنا، درنا هاد الطوب المشبك هذا هنا درناه باش يكون واحد الاكسي، درنا هاد الجرده هذه عاودنا يعني رمناها. كذلك الباب ديال القاعه عاودنا له داك الديزاين ديال داك الشكل ديالو باش يكون استقبال. كان عندنا بزاف ديال المقترحات ولكن ما سعفناش المجال، كان ضيق شويه، عاودنا هاد الحبوقه كما هاد الحبوقه الغرس هنا باش يكون واحد المنظر يعني الاستقبال يعني مزيان. اذا هاد المجال كله عاودنا التهيئ ديالو باش يكون كما قلنا هذاك الباب اللي كانت كتربط ما بين المرأب ديال السيارات وما بين الاداره، ولينا فتحناه ودرنا باب جديد باش يكون يعني باش ما يكونش اللي جا تما يكون الدخول سهل تما. تغيير بعض الابواب، ترتيب بعض المكاتب للنواب، لان النواب في طبيعه الحال خصهم مكاتب ديالهم، فعملنا على توفير او تهيئ مكاتب للساده النواب والنائبات من اجل استقبال المواطنين، لان المواطن الذي صوت علينا لابد ان يجد اذانا صاغيه. حنا كما كنشوفوا عاودنا كما قلنا هذا الباب عاودناها، هذا المجال كله عاودناه بهذا الزليج هذا، عاودنا بهذا الزليج هذا مشي باش وطلعنا مع الاداره كلها، عاودنا هاد الحاجز هذا، هاد الكارد كور هذا، عاودنا التهيئ ديال المكاتب ديال الساده النواب. هنا كنشوفوا النائب الثالث هنا اللي مكلف بالتصميم والبناء والمسائل كلها فيما يخص التصميم والبناء، هنا المكتب ديال النائب الخامس اللي مكلف بالاشغال، وكل ما هو اشغال، كل ما هو اتصال مع الاراضيف والمسائل هذا السي وطبيب. هنا كاين الدكتوره نوال اللي مكلفه بالصحه، مكلفه بالمرأب السيارات، مكلفه الدكتوره نوال هنايا كاينه. هنا السلام عليكم. الله عليكم. تفضل. هنا المكتب ديال السي مرسول، ديال النائب السابع، السادس عفوا، اللي مكلف بالمسائل الثقافيه، كل ما هو المسائل الثقافيه، وهذا كنشوفوا الحمد لله الاخوان ديالنا الساده الموظفين اللي مكلفين تاهما مع هذه العمليه هذه. هنا المكتب السلام عليكم، هذا المكتب ديال النائبه الثالثه اللي مكلفه بالمساحات الخضراء والنظافه والمجاور المسائل كلها. تما كاين المكتب، عاودنا المكتب ديال السيد مدير المصالح رديناه تما باش يعني يكون كيشرف على كل شيء. عندنا مكتبين او نائبين متواجدين،
هادشي كله عاودناه، هاد الزاج كله تعاود، هاد نعم هادشي كله عاودناه، الزاج درنا الزاج باش يحفظ يعني هاد الناس هنايا من الشتاء والبرد والامور كلها كيكون داكشي كله. هنا الكتابة الخاصة، هذا المكتب الكتابة الخاصة، هذا المكتب ديال النائبين، النائب الأول والنائب الثاني. النائب الأول مكلف بالإنارة، مكلف بالإنارة ومكلف بسميتو كيساعدني في الشرطة الإدارية، وكاين عندنا تما السي عبد الواحد العلوي اللي مكلف كذلك بالحالة المدنية والمسائل الأخرى اللي مكلفين. إذن هنا قاعة الاجتماعات، هذه قاعة الاجتماعات حتى هي اللي عاودنا التهيئ ديالها. هذا كان هنا مكتب عادي، فحيدنا ذاك المكتب العادي رديناه وردرنا هنايا قاعه الاجتماعات، من الاجتماعات واللقاءات وكيجي شي لجنه وكيجي شي واحد، يعني كتصيف فين تستقبل، تستقبلو مشينا كل شيء تستقبل. اذا لا بدا خصك تستقبلو في مكان لا، او شي مواطنين باغي شي حاجه كيجيو هنا كندخلوا وكنناقشوا المسائل العامه. وبطبيعه الحال حنا بالنسبه لنا كرئاسه ديال مجلس المقاطعه، خصنا يومين ثلاث ايام ديال استقبال المواطنين، يوم الثلاثاء ويوم الخميس، وخصنا يوم الجمعه خصنا الجمعيات المجتمع المدني، هادشي باش كنقدو نستقبلوا الشكايات ديال المواطنين، اضافه بطبيعه الحال للشكايات اللي كتجي يعني كتابيه. ومؤخرا عاوتاني بالنسبه كما يعلم الجميع ان حدثت الجماعه واحد البوابه ديال استقبال الشكايات عن طريق يعني عن طريق الانترنت الحمد لله، وهاد الشكايات تعالج ويجاب على اصحابها يعني في حينها، فيها من يعني تحل وفيها من تعرض على الجماعه بما كيكونش التخصص ديالنا، او تعرض بطبع الشكايات تعرض على المصالح يعني المعنيه من سلطات محليه، من صحه، من تعليم، من وزاره الفلاحه او مندوبيه الفلاحه، يعني هذه المصالح كلها تراسل فيما يخص بعض الشكايات بعض المواطنين. عندنا بالنسبه للاصلاحات، باش نركزوا باش الاصلاحات اللي مصلحه الصيانه والاشغال، ركزنا على الشوارع الرئيسيه، اعيد تزفيت الشوارع الرئيسيه من شرق المقاطعه الى غربها. بطبيعه الحال هادشي الاحصائيات راه عندنا ولكن لا يسع الوقت من اجل سرده كل الامكانيات او كل الاصلاحات اللي دارت. ركزنا كما قلنا على الاصلاح ديال الطرقات اللي هي مهمه من اجل السير والجولان. ركزنا كذلك على بعض الاشارات ديال او سميتو التشوير ديال المقاطعه كلها في بعض الاماكن اللي كانت كتفتقد التشوير، فكانت لابد بطبيعه الحال كنطلبوا من المصلحه المعنيه في الجماعه، حيث هذا الشيء مصلحه، هذا الاختصاص ديال الجماعه، ولكن الحمد لله كانت كدار دوري او يعني بشكل دوري يعني هذه القضيه ديال التشوير. ركزنا كذلك اذا الطرقات، مشينا للتشوير، مشينا للساحات العموميه، بعض الساحات العموميه اللي كانت يعني 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 كما قلنا يعني لا تليق للمواطنين، فركزنا واهم ما ركزنا عليه هو الساحة العمومية اللي مجاورة الفندق المارينين، وكنعرفوا هذه المنطقة الفندق المارينين هي منطقة سياحية بامتياز، يعني يحج لها المواطنين داخل المقاطعة وخارج المقاطعة وخارج المدينة وخارج الوطن، كلهم يحجون إلى هذه المنطقة، بحيث أنك تمتاز هذه المنطقة بمنظر مطل على مدينة فاس كلها، ويعني وهي مجاورة للبرج الشمالي الذي يعني تحتضن مقاطعة المارينين، وهذا البرج اللي فيه متحف الأسلحة، ويحج إليه الناس في الحج أيضا في الزيارة ديالهم للمتحف، كي ياخذوا الوقت باش يمشيو يزوروا ذاك المنطقة كما قلنا في الأول اللي هي مطلة. ودرنا مؤخرا الدورة ديال يناير، خصصنا فيها نقطة في جدول أعمال الدورة يعني حتينا فيها المديرية الجهوية ديال الثقافة من أجل الاهتمام بهذه المنطقة هذه، لأنها كتحتضن واحد المعالم تاريخية وأسوار تاريخية من عهد المارينيين. يعني هذه العملية هذه بطبيعة الحال يعني الحمد لله يعني لاقت استحسان من طرف يعني المستشارين ومن طرف طبيعة المتفقين، وكذلك من طرف المديرية الجهوية اللي بعثت لنا المهندس يعني المكلف بهذه العملية هذه، ووعدوا بأنهم سوف يعني يهتمون بهذه المنطقة. ما ننساوش كذلك في هذه النقطة هذه نشكروا مجلس العمالة الذي انخرط معنا ومع الجماعة
في إعادة تهيئة المنطقة اللي فاصلة ما بين فندق المارينين وما بين الحدود ديالنا مع مقاطعة فاس المدينة. هذه المنطقة اللي كانت كتعرف شوية ديال بحال الشوك ديال التصحر، الآن غتعرف واحد شوية واحد المجال أخضر، واحد المجال بيئي، واحد المتنفس، واحد المنتزه للمواطنين يعني اللي يفيدوا إن شاء الله، وغيكون داك الشيء جميل. طبيعة الحال كانت نقطة كذلك في جدول الأعمال ديال دورة يناير 2021، طبيعة الحال عرضت فيه أو عرضت فيها السيدة المهندسة المكلفة مجلس العمالة يعني المشروع يعني بالصور وبالميزانيات كلها اللي كتشمل. فهذا الحمد لله إن شاء الله غادي يكون إن شاء الله يعني واحد المتنفس جديد لهذه المقاطعة. كما قلنا هذه المقاطعة اللي كتعرف هذه المنطقة الشرقية كتعرف واحد شوية ديال الاكتظاظ السكاني، بحيث النسبة عندها نسبة عالية ديال الاكتظاظ السكاني في المناطق ديال الكاريار، في المنطقة ديال الحي الحسني واحد الاكتظاظ السكاني. وكتعرف كذلك هذه المنطقة واحد الهشاشة في البناء في 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 في, في العمران في العمران. وكتعرف كذلك كما قلنا في الأول بين المشاكل اللي عندنا هي الدور الأي للسقوط، اللي هي لعل هي الأولى في المغرب اللي كتعرف هذا العدد ديال الدور الأي للسقوط. ولكن الحمد لله الوالي مشكور في هذا المجال في تتبع هذه العملية هذه ومحاولة يعني إيجاد طبيعة الحال هذا الشيء. كيبقى ديما كنبقاو ديما كما كيقول المثل، فديما كنبقاو يعني في انتباه دائم لا قدر الله يعني يسقط تنهار لنا شي بنايه. وعندما تنهار البنايه كتعرفوا ما تسبب وما يترتب عن انهيار بنايه، وكنبقاو حاضين غير لا قدر الله يعني 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 يكون شي 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 ضحايا في الارواح. فهذا هو الهاجس الكبير اللي عندنا في هذه المنطقه هذه. بطبيعه الحال عندنا هاجس اخر في المنطقه هو ديال 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 ديال, ديال, ديال كثره الاكشاك وكثره يعني الاحتلال الميك العمومي. هذه المسائل هذه اللي كتحاول السلطات المحليه جاهده تنسيق يعني دائم معهم باش يحاولوا يتصدوا لهذه الظواهر. ولكن نظرا للفقر والهشاشه اللي متواجده فيها لابد الناس يلجؤون الى هاد الى هاد الى هاد الاحتلال باش يحاولوا يدبروا. فما كاينش عندنا مناطق يعني صناعيه اللي غيقدروا يعني تمتصنا هذه الطاقات الشابه الواعده يعني باش إذن لابد الناس يلجؤون الى مثل هذه الاعمال. والصوره كما قلنا السلطات المحليه يعني تبع يعني هذا الشيء هذا كله يعني تتصدى يعني لهاد الظواهر. فالساده رجال السلطه يعني قايمين كما قلنا بالواجب. هذه فيما يخص الاشغال والطرقات كذلك تمينا كذلك في التبليط بعده احياء. وكنخصو بالذكر هذه السنه ديال السنه اللي مضات 2019 اهتمينا بالشارع اللي تقريبا كانت كلها يعني لا تعرف يعني الاسمنت يعني كان غير الاتربه. يعني هذه المنطقه هذه اللي معاناه باش صوبنا هذا يعني باش قدرنا نديروا التبليط هذه المنطقه. لان الناس يعني كاين الناس كيقول لك خاصك تصوب لي هذه المنطقه ما تصوبها. فكان عندنا واحد شويه معاناه المقاولين اللي جاوا لهذه العمليه هذه صابوا شويه، ولكن تغلبنا عليها الحمد لله بفضل الله عز وجل، بفضل التضافر ديال رجال الامن رجال السلطه اللي كانوا كيواكبونا في هذه العمليه هذه من اجل يعني ايصال هاد التبليط او تبليط هاد المناطق. اذا اهتمينا كما قلنا بالشارع، اهتمينا بعين هارون كذلك. بعين هارون حتى هي شارعين في عين هارون حتى هما كيعرفوا حتى هما واحد كانوا كيعرفوا واحد شويه ديال التدهور ديال 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 الطرق ديالهم بالتزفيت وباعاده التجليج ديال الجنبات ديال الارصفه. زلجنا كذلك الحي الحسني اللي كان كيعرف كله غير اتربه، والحمد لله دابا تصاوبت ساحات كبيره بالجوار ديال السوق الصغير ديال البورنيات للحي كما قلنا الحي الحسني. درنا الاسوار، بعض الاسوار اللي كانت في الحقيقه داك الحافات اللي كتمتاز بها هذه المقاطعه وهي تسعد الحافات. فدرنا بعض الاسوار اللي تحجب الناس على باش ما يكونش واحد شويه ديال حيت كانوا كينزلقوا الناس في هذه الاسوار، وكانوا يعني كانت هذه كتأدي بالارواح ديالهم من شباب ومن ناس يعني كيكونوا يعني مختلين عقليا مساكن كيمشيو حتى كي يلقاو الحتف ديالهم. عده مرات كنا ينادى علينا من اجل يعني الوقوف على هذه العمليه هذه. اذا هذه العمليه كذلك شملات كذلك ما يسمى بالجهه المجاوره ديال كاف العزبه، حتى هي شملت هذه القضيه ديال التبريط واعاده يعني الطوار ديال الطريق. يعني هذه العمليه كلها الحمد لله لاقت استحسانا. مشينا كذلك لحي واد فاس حتى هو ما نسيناش
طيب بعض الأزقة اللي هي يعني تدهورات شوية، فشملتها هذه القضية ديال التبريط، وعدة يعني عدة 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 أحياء اللي شملتها. هاد مشينا كذلك الحي الأمل، ما ننساش حي الأمل حتى هو شملته إعادة تزفيت ديال الطرقات ديالو، كذلك شملته كذلك يعني العملية ديال داك التزليج أو داك الطوب المشبك إذا صح التعبير البافاج، حتى هو يعني شملات هاد 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 الأحياء هادي الحي يعني حي بالخياط. حي التقدم كذلك خصينا بسبب واحد الجزء كبير من التبليط ديالو، الأزقة ديالو اللي كانت هي عبارة عن أتربة، الناس ساكنين غير في الأتربة يعني من الدار كيخرج مباشرة التراب، فشملات هاد العملية هادي يعني التبليط، شملات يعني هاد الأحياء هادو، هادو أهم يعني المناطق اللي ركزنا عليها. كذلك مشينا كذلك ما نساوش المجال الأخضر اللي ركز عليه السيد العمدة عند تولي هذه المهمة، هذه المسؤولية هذه، فركز على ثلاث نقاط كانت منها التبليط، يعني أولا يعني عفوا المساحة الخضراء والإنارة والنظافة. إذن هذه العملية هذه كذلك اهتمينا بالحدائق اللي صبنا شوية متدهورة، أعدنا فتح واحد يعني خلقنا واحد ربعة ولا خمسة ديال الحدائق كبيرة، أعدنا كذلك يعني إعادة يعني تأهيل داك المساحات الخضراء اللي كانت سميتو اللي كانت يعني متدهورة شوية، فوصلنا لحوالي 47 حديقة التي أنشئت وأهيلت، 47 حديقة الآن. حاليا خصنا ميزانية في هذه السنة هذه رغم الجائحة، ولكن خصنا ميزانية ديال مليون ديال الدرهم حاليا، صدقنا عليه البارح، فمليون ديال الدرهم من أجل إعادة صيانة هذه الحدائق دي حتى لا يعني لا تموت، لأن هذوك بحال الأرواح ويجب عليه تعهد كنتعهدهم في كل حين وقت وحين. فهذه العملية هذه الحمد لله مشكور السيد رئيس الجماعة، لأن حتى هو منخرط معنا في المساحات الكبرى اللي هي من اختصاص الجماعة، فان شاء الله غتشمل لنا هذه العمليه ديال الانخراط ديال المسجد الجماعي، ايضا انخرطوا في الطريق في شارع المارينيين في الحديقتين اللي يمين ويسار هذا الشارع، هذا هما يتكملوا يتكلفوا باليمين، حنا نتكلفوا ان شاء الله بالحديقه اللي متواجده في اليسار، باش نحاولوا نوصلوا من مشفى ابن الخطيب الى فندق المارينيين ان شاء الله، اللي هذه العمليه هذه كلها غيهتموا كذلك بحديقه واد الجواهر اللي متواجده قرب عين قادوس اللي على الممر الرئيسي ديال طريق مكناس. ما ننساش نذكر الاهتمام ديال مجلس العماله في اعاده تهيئ وتزفيت وتبليط وتشجير الشارع او الطريق مكناس، طريق الثانويه ديال فاس مكناس اللي كتبدا من منطقه عين قادوس وكتمشي حتى مكناس، اذا اللي توقف تقريبا في يعني في بالمحادات في مجلس في العمالة مولع يعقوب في الحدود ديال عمل ماك، حتى كل الحمد لله عرفت واحد اعاده تاهيل ملعبين ديال القرب اللي متواجدين في المقاطعه، ولكن كل هذا الشيء كله كيمشي من اجل تزيين هذا الطريق الرئيسيه اللي كتمتد من 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 من, من باب الساكمه او من 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 منطقه عين قادوس الى الحدود ديال اقليم مولع يعقوب. نمشيو كذلك سميتو الثقافه، هذا المجلس هذا اهتمينا كذلك بالثقافه اللي كانت كتعرف حشيه الركود، ولكن كما قلنا دائما كما كنا كنقولوا لا بد ملي كتكون الماده العصب الحياه هو المال، فعندما يعني ضخينا واحد الميزانيه كبيره في على مختلف السنوات في هاد المصلحه هذه اللي هي مصلحه ثقافيه، فكانت هناك عده جمعيات الحمد لله انخرطات، طلعت العدد ديال الجمعيات يعني ارتفع بواحد 260% على السابق ديالو، فعرفت واحد النشاط ثقافي مميز الحمد لله من جمعيه ثقافيه، جمعيه رياضيه، جمعيه اجتماعيه. اهتمينا كذلك بواحد الشق ديال ما يسمى بالقفه، كان قبل ما يتحبس يعني مدى ثلاث سنوات كنا هذا القفه ديال رمضان كما يسطر العائله قفه رمضان، فكانت يستفيد من هذه القفه هذه اكثر من يعني او ما يناهز 3000 اسره، أسرة يعني فقيرة بطبيعة الحال كما قلنا في الأول، بما أن المقاطعة في هذه الخاصية هذه ديال الفقراء، فكنا كان تقريبا كنقتنيو سنويا ما يناهز 2800 3000 قفة يعني رمضانية يعني يستفيد منها الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام، هادشي كله الحمد لله كنا كنتاخذوا معايير معينة بتوجيهات الحمد لله ديال السيد العمدة وبالحمد لله بحرص ديال المستشارين كلهم فيما يخص توزيع هذه القفة هذه الحمد لله استفاد. كذلك كان عندنا واحد كيتسمى لي بون سكور، هذاك يعني واحد إيصالات الدعم إذا صح التعبير،
كنت هذا كيستبدل بعض 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 الناس المحتاجين حتى هما كندعموا بهم. ولكن في 2019 يعني في 2019 وقفت هذه العمليه هذه، الشيء اللي ما خلناش هذه العمليه تستمر بقرار من 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 من, من الحكومه يعني، كانت وقفت هذه الضلع هذا، فاصبح الناس يتوافدوا على عين المقاطعه، ولكن كنقول لهم لا حول لنا ولا قوه. فالحمد لله، ولكن رغم ذلك ان في السابق يعني استفدوا منها. عندنا كذلك في الشق ديال الاجتماعي كذلك كان يستفيد من قبل الجائحه، كنا كيستافدوا حوالي ما بين 600 و700 طفل سنويا في وقت عمليه الختان. لهذه العمليه هذه كانت كتعرف واحد الاحتفال يعني بهاد الناس اللي لم يجدوا من يقوم بهذه العمليه، من يقوم بهذه العمليه الختان. وصبنا اطفال ديال 6 سنين و7 سنين و8 سنين حتى 10 سنين لا زالوا لم تشملوا هذه العمليه الختان. فكانت الحمد لله كانت هذه العمليه تنخرطوا فيها السلطه، ينخرطوا فيها المستشارين يعني جميعهم، لان كنعطيو حصه لكل مستشار، وكل مستشار خصو يجيب الحصه ديالو. وكان سيفتو حتى اللي ما جاش المستشار كانت كتميز كذلك بهذه الدقه، هي اننا كنا كنفحصوا التلميذ قبل ما يجي لعند الطبيب، قبل ما يجي العمليه الختان كيتفحص مع الطبيب باش ما يكون طيحوش في داك ما يترتب عن بعض الحالات ديال الختان. وراه كاين ضبطنا العمليه ديال التصميم اللي كانت كتعرف واحد الفوضى كبيره، عمليه التصميم بعد صدور المذكره ديال السيد الوزير رئيس المجلس الجماعي السيد الازمي، اللي صدر لنا مذكره ديال تقنين هذه العمليه ديال التصاميم اللي كانت كتعرف واحد شويه الفوضى كما يعلم الجميع، كانت شويه ديال الفوضى. فالحمد لله تقنت الامور وانضبط الامور. واهم منطقه كانت عندنا هي المنطقه ديال واد فاس، اللي هي المدخل الرئيسي ديال 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 مدينه فاس، فكان عارف واحد شويه ديال التسييب. الحمد لله انضبطت. الحرص ديالنا يعني والتتبع اليومي ديالنا لهذه العمليه ديال التصميم اللي نوبنا عليه احد النواب السي عبد المجيد الله يجازيه بخير، اللي حرص ان هذه العمليه يعني بدقه. فيما يخص النقطه اخرى اللي كان ركز عليها السيد العمده هي النظافه، كما قلنا فانخرطت معنا الشركه ديال الشركه المفوضله هي شركه اوزون اللي كانت عندنا الحمد لله يعني من السابق، واستمرينا في التفويض هذا. فهذه المنطقه كانت كتعرف واحد شويه ديال التسييب فيما يخص هذه القضيه ديال جمع النفايات. كانت جلسه مسؤوله في دجنبير 2015 مع الشركه، ويعني وحطينا فيها يعني البرنامج العمل ديالنا، وكانت اول نقطه يعني اثيرت بالنسبه للمقاطعه المالية هي نقطه يعني توقيف او حذف او توقيف العمل في واحد المطرح النفايات كان يسمى بمطرح طريق ولا الجامع. هذا المطرح الذي كيخلف واحد الروائح يعني كريهه للساكنه وجميع الساكنه المنطقه، الساكنه ديال 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 بالخياط، الساكنه ديال حي التقدم، والساكنه ديال فاس، لان ملي يهب ذاك الريح ديال الشرقي كيمشي حتى لواد فاس فيما يعني يزعج الساكنه. هذه النقطه هذه الحمد لله بفضل التركيز ديال او الحرص ديالنا وديال السيد العمده مع الشركه، فكانت تخصص لها يعني ايام 31 12 2015 1 و 2 و 3 2016 لهذه العمليه دي نزلات الشاحنات ونزلات يعني الجرافات كلها المنطقه اللي كانت كتعرف كما قلنا ذاك المطرح، وبوتر هذا المطرح هذا واصبح ملعب الكره دابا الان الحمد لله. هذا اهم انجاز اضافه للنقط السوداء اللي كانت كتواجد في المقاطعه تم القضاء عليها. وما ننساوش نشكروا الشركه الانخراط ديالها في سميتو في هذه الجائحه فيما يخص النقط السوداء والاسواق اللي كانت عشوائيه واللي كانت عندنا الحمد لله تنظفات فيها المنطقه. عندنا نختم بالنقطه ديال الاناره العموميه، حتى هي اللي ان كانت كتعرف ما كيتعداش عدد المصابيح المضاءه في المقاطعه، ما كانت كتعداش 52%، وصلنا ل 91% الحمد لله بفضل الجهود ديال المصلحه المكلفه انذاك، وبفضل الجهود ديال المصلحه ديال القسم والمصلحه ديال الجماعه، وبفضل الجهود ديال الوكاله ديال المستقله توزيع المأكل ديال الاراضي في فاس. الحالي رحنا كنبدلوا المصابيح في الاحياء يعني الهشه اللي هي الحفره بن سليمان، الكاريان، يعني جزيئة الدولة، بدلنا المصابيح القديمة بمصابيح لاد يعني من النوع الجيد، النوع الإضاءة يعني بيضاء، يعني حوالي احنا وصلنا دابا الحال احنا نتعداو 160، وحنا ان شاء الله مازال طامعين في السيد العمده يزيدنا بعض المصابيح من اجل تغيير المصابيح المهترئه كما قلنا، وتغيير ذاك الاحياء كلها، والشوارع اصبحت مضاءه. ومازال في الحقيقه في جعبتنا، ولكن الوقت لا يسمح. كنشكروا الطاقم اللي حج لهذه المقاطعه في هذا اليوم، كنشكروا
جميع الحارسين على هذا العمل هذا، وبطبيعة الحال لما نعرف فيه من إيصال صوتنا إلى المواطن وإظهار ما يمجز. كما قلنا بزاف ديال الأعمال الدارس، ولكن لا يسع الوقت لي من أجل تفصيلها، وإن شاء الله غادي في الموقع ديالنا إن شاء الله غادي نحطوا جميع داكشي بالتفصيل إن شاء الله بحول في القريب إن شاء الله. شكرا مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.